فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن سبب نقض لحم الإبل للوضوء أنها خلقت من النار؟ لا، ما خلقت من النار، من قال؟ إبليس هو اللي مخلوق من النار، أما الإبل ما خلقت من النار، وهي طيبة ومباحة وفيها منافع، لكن كون يتوضأ من لحمها، الحكمة الله أعلم بها، ما هو بلازم نعرف الحكم والعلل، ما هو بلازم، علينا الامتثال ولو لم نعرف الحكمة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.